مدحويناها جمهورية دالك جابوتي إسماعيل عمر قال لي أيا قابلة وفد وهو قامين إيو مدحويناها بوتلان عبدولي محمد علي قاس أو دالك جابوتي قاري سقل سعيد فارح أيا واربحين تواركن جابوتي كصودرتي مدحويناها بوتلان مدنى دكتر عبدولي محمد علي قاس أو بوغشاكو جوغ دالك جابوتي كولان كانوا لقاتي مانت مدحويناها دالك جابوتي مدنى إسماعيل عمر قال لي وحا وكدع قصري مدحتو يدا وحانا مدحويناها بوتلان كوه لي سعودال كيسا وسيرك جناعسيغ يا ورشدها مدونه عبدولي حرسي عبدولي وسيركي هوري ايه دكدها بنتلان احنا لطليها مدحوينها انجنير سعيد محمد راقي اقاسمكو حقينك هايادة معدنتا ايا شيدالك بنتلان مدونه عبد عسيس محمود علي ايا وكيلك بنتلان دالك جبوتي سعيد مهدي عبدي كلان كان مدحوينها دالك جبوتي ولقاتي وفتيق كسعد بنتلان وهو قامنية مدحويني عبدولي قاس وحاكوه لي اقاسمها قودي دكدها دالك جبوتي مدنى او بكر عمر حدي وحين لابد لنا كوضها لنسكاشي يحرير كعالمي غاي كدح يا جبوتي يا مامو القبلات كبونتلان غارهانا لنا عقناعسي دكدها يا اسكو سعود كالابد لنا او كفر يا سعودالكا مدحوينها بونتلان يوفد قيسا مدح قودة دكدها دلك جبوتي او بكر عمر حدي يا شاقين كولانكا او هالكن كسو غاري وفتك كسعود بونتلان هو قاميني مدحوين قاس ويا بيد مهيموة قناعسي لابد لنا وحاونا شاقين وحبضن او هراي وسعوندو نو اسكاشي لنا عاد كدها اي جبوتي اي بونتلان قبدي مدحوين عبدولي ايا ورباهين تاو غور ماي وحيابيه لابد لنا عايز كسو قادين سعودال كيغا جبوتي دبعا وودن كيغي لباد ويي waxaan u nimid inaannu kala hadalno dawladda iyo madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle ee xiriirka Puntland iyo Djibouti ee runtii ah xiriir aad u wanaagsan meel fiican maraya inaannu ka wada hadalno iskaashiga dhanka ganacsiga ee iskaashiga dhanka ee nabadgelyada ee iskaashiga dhanka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo aan runo wax badan inaannu ka helo kaagana dayarno walaalina Djibouti horumarinta ee dekadaha horumarinta ee gagaadooyinka diyaaradaha ee ganacsiga iyo soo socodka dadka ee dhanka ee traffic-ada dhanka ee diyaaradaha ee anaga waxaanu dhismayaa airport-yo cusub waxaanu rumnaa dekadaha inaan ballaarino ee dabcan khibradda iyo taageerada ee Djibouti-na runtii kama maarno ee hawshaas aan u nimid ee hadda waxa ka soo baxnaa wada hadalkii madaxweynaha aanu la lahayn waxaan rajaynaynaa inaan insha Allah hawshaasna inaan riixno si horumarino dad walaalaha isku xiran dhan walba oo ganacsigan meel kale aan la aadeyno iyo inaannu u soo wareegno dhanka iyo Djibouti ganacsatadayadu yimaadaan la isku xirmo dabcan marka hab dhaqaale oo wanaagsan oo geeska oo ka furmo insha Allah hawshaasna u nimid meel fiican baa ayaynu maraysaa asaga Saciid Faarax SBC TV Djibouti